يعني فجأة جه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر اقتصادي، حضراتكم فاكرين كنا حاضرين في مارس 2015، وذكر ان احنا هنعمل عاصمة إدارية جديدة. وقتها الناس قالت فين وازاي وتساؤلات كتير، ومقالات اتكتبت وبرامج اتكلمت واعلام معادي او اعلام حتى مؤيد، كله كان بيتساءل ليه وعشان ايه ومدى احتياجنا لهذا الامر. اتكلموا في ذلك الوقت، احنا ما كناش كده. ولما بقول احنا، لان احنا عندنا رهان على بلدنا، كنا شايفين ان البلد لما بتاخد خطوة او بتاخد قرار مؤكد انه بناء على تخطيط وبناء على دراسة، وليست قرارات عفوية او وليدة اللحظة. كلام ده معقول؟ نعم. طيب هم قالوا واحنا قلنا، هم انتقدوا واحنا اتكلمنا عن اهمية هذه المشروعات. الواقع النهاردة في 2021 قال ايه؟ قال ان احنا كنا عايزينها ولا لا؟ كانت الرؤية بتاعة 15 صح ولا غلط؟ طيب اللي اتكلموا وانتقدوا وهاجموا في 2015 النهاردة في 2021، هل هم على نفس الموقف ولا لا؟ المؤكد انه كتير قوي منهم غيروا رأيهم. ليه؟ لانهم تأكدوا ان البلد دي محتاجة قد العاصمة وقد المدن الاخرى، ال 42 مدينة قدهم تاني. ليه بنقول كده؟ هو ده كتير على مصر؟ هل كتير؟ لا. هل البلد دي تستحق اللي بيتعمل لها؟ طب احنا كدولة كبيرة محتاجين ده ولا لا؟ هو احنا كشعب مش مستحقين يتعمل لنا حاجة كويسة في البلد؟ يعني هو انا اقل من دول حوالينا؟ اقل من دول بنروحها وبنشوفها وبنزورها وبنسافر لها ونقول ليه مش عندنا الكلام ده؟ ده انا مصري يا جماعة، ده انا البلد الاقدم، ده انا التاريخ. يتعمل لي اللي بيليق باسمنا ولا لا؟ هو ده اللي بيتعمل النهاردة، هو ده اللي احنا موجودين فيه النهاردة في العاصمة. بالمناسبة احنا النهاردة هنرد وهنتكلم وهنوضح حقائق كثيرة. هنا بعد شوية هيكون معايا المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، لأن الراجل ده اللي هو ليل ونهار موجود هنا، مش هنا بس، وهتلاقوه في العالمين، وهتلاقوه في المنصورة، وهتلاقوه في أسيوط، وهتلاقوه في سوهاج، وهتلاقوه في المدن كل المدن اللي مصر بتعملها. سألوا كمان، هو العاصمة دي هيجي لها الناس؟ يعني في سكان هيعيشوا فيها؟ هي العاصمة دي مغلقة؟ أنا بقول لحضرتك اللي اتقال، عشان لما بجاوب مش أنا اللي هجاوب، المعلومات عند أصحاب الشأن اللي هم بينفذوا اللي هم متابعين. هي العاصمة دي هيتعمل حواليها أسوار على مساحة 170 ألف فدان، اللي هي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة. كلها هتبقى مدينة مغلقة؟ يعني محدش هيدخلها؟ يعني هي معمولة لطبقة من المصريين بس؟ أو الأثرياء فقط؟ أو نجوم السينما بس اللي من العالم وفي مصر؟ هو البرج ده والأبراج دي اللي احنا موجودين حواليها، بالمناسبة برج هيكون فيه فندق هنتكلم عنه بعد شوية، فندق 7 نجوم بالمناسبة، من الدور 50 للدور 80 في هذا البرج الأيقوني. أول مرة يكون الكلام ده عندنا. اللي على شمال حضراتكم دي أبراج سكنية هنشرحها مع المهندس خالد عباس بعد شوية، أبراج سكنية. طيب اللي على يمنا دي إيه؟ أبراج إدارية. بالمناسبة النماذج دي لم تكن موجودة في مصر من قبل، ما كانش عندنا. هو عيب يبقى عندي؟ عيب يبقى عندي في مصر حاجة كويسة يا جماعة؟ هو ليه إحنا بنقلل من بلدنا؟ هو ليه في ناس عايزة تقلل من قيمة مصر؟ ليه؟ هو أنا البلد دي بعد 30 سنة هيبقى عدد سكانها كام؟ احنا النهاردة 101 مليون، مش كده؟ بعد 30 سنة لو احنا مشينا بالمعدل اللي احنا ماشيين بيه النهاردة
هيبقى 180 مليون. كام؟ 180 مليون. لو عملنا ضبط شويتين ثلاثة نبقى 160 مليون.